تنزانيا، أوغندا، كينيا، هذا الثلاثي سينظم كأس الأمم الأفريقية 27. استعدادات تنزانيا. Yeah, everyone الجميع was so excited actually متحمس في تنزانيا لتنظيم بطولة أفريقيا. رئيس الجمهورية متحمسة جدا، لديها حرص على تنظيم هذه البطولة. لدينا زنزبار، دار السلام، أروشا، حكومتنا بقيادة مدام سانية حسن قادرين على الاستعداد لهذه البطولة قبل عام 2027 في زنزبار وفي أروشا. لدينا السادات تحت الإنشاء، وأيضا قد مضينا عقدا مع شركة لإنشاء استاد كبير في دار السلام ليستقبل الافتتاح أو النهائي البطولة. لدينا أندية قادرة على استقبال ومد الاتحاد بالمنشآت الخاصة على الجانب اللوجستي. وأيضا تنزانيا لديها بيئة جيدة على المستوى السياحي، قادرون على استقبال الجماهير التي ستأتي للبطولة لتستمتع بدار السلام وتستمتع بأفضل المناطق في بلدنا. كما تعرف لدينا زنزبار، جزيرة زنزبار هي من الأجمل في القارة. لدينا نغورونغورو، وأيضا جبل كليمنجارو هو أكبر جبل في إفريقيا. لدينا مناطق رائعة لزيارتها، وأيضا لدى الجماهير الوقت لترى جمال الطبيعة في تنزانيا.